الحال avec Aziza sur Radio 2M. والياسمين على كل المستمعين، اهلا وسهلا بكم معنا في الحصه الجديده من برنامج كيف الحال. مستمعينا اينما كنتم سعداء بلقياكم من جديد مباشر على امواج راديو 2M. في الحصه هذه لليوم غادي نخصوها للحديث على التواصل الايجابي، هو من المواضيع اللي كنرجعوا لها هكذا كثير يعني في برنامج كيف الحال، لكن كناخذوا فيه افكار مختلفه، وجهات نظر مختلفه. كذلك الحال اليوم مع ضيفة ديالنا ديال البرنامج كيف الحال، هي السيده اسماء الهاشمي. مرحبا بك لالا أسماء. يبارك فيك لالا عزيزة. مرحبا المستمعين راديو 2M. ألوغ أسماء هي خبيرة في مجال PNL وفي الكوتشين، أسماء وبيزنس كوتشين، يعني كتشتغلي حتى مع الناس في مجال العمل، وكتشتغلي كذلك مع الناس على التنمية الذاتية، يعني على شكل هو فردي. دونك عندك إلمام كبير بهذا الموضوع هذا ديال التواصل الإيجابي، وكيفاش نردو أي شيء هكذا كنعيشو في حياتنا يكون إيجابي ويكون عنده وقع إيجابي علينا وعلى الناس اللي محيطين بنا. أسماء كتعرفي أن هذا الموضوع هذا ديال التواصل هو اللي تقريبا تلقاه السبب في واحد المجموعة ديال المشاكل، سواء مشاكل عائلية، مشاكل زوجية، مشاكل في العمل، مشاكل في العلاقات، مشاكل ما بين الأب ووليداته ولا ما بين الأم ووليداتها. وهذه الأشياء هذه تلقاو أنه الحل في التواصل، درجة كان اللي تقول لك من أسباب الحروب في العالم هو التواصل الغير الفعال فعلا. وكان عرفوا دابا أن التواصل هو شعبة تدرس اللي كبيرة بزاف، ويعني عندها مزايا أخرى كتخلي الناس البيزنس ديالهم تيتمشى وهاد الأشياء هذه كلها. دونك عطينا أنت تفسير ديالك لمبدأ التواصل أصلا قبل ما نتكلموا على التواصل الإيجابي. الحاجه بدل اللي غادي نعاود نذكرها انه وان كنا يعني متخصصين ودي كوتش واساتذه، فالحاجه اللي غنطمئن فيها طبعا المستمع هو ان مادام الانسان عايش فهو تيتعلم كل يوم. يعني التواصل كاين تقنيات نتعلموها تنعرفوها الى اخره، لكن هذا ما يمنعش ان اهم شيء هو لا ميتر اون براتيك، سيتادير تتعلم بها. طبعا يعني ممكن نعطيك يعني مجلد 4 ديال الاجزاء في التواصل إذا ما كنتش تستعمل بعض التقنيات أو أنك لا تدرك أهمية التقنية ما، فأكيد كأي حاجة غادي تعملها في يعني بزاف حتى في الدورة التكوينية اللي تنعملوا بعض الأحيان مع الأشخاص اللي أرسل كلها لهم. إذا ما خرجتيش بحال ذاك البيرمي إذا خديتيه وحطيتيه في الماريو ما استعملتيش السيارة، طبعا هذيك القدرة غادي تمشي. نعم، فضروري ومؤكد انه الانسان مادام انسان عايش كل نهار خاصه يزيد من طبعا القدره ديالو في التواصل مع الاخرين. وهذا شيء مهم لانه كما قلتي وكما ذكرتي وطبعا هذا الشيء صحيح 100%، هو انه الانسان مادام انه تستطيع تواصل بشكل جيد سواء في العمل ديالو او في علاقته الشخصيه، في علاقته مع الزملاء في العمل، في علاقته مع نفسه، اهم شيء بعد هل نتواصل بشكل جيد مع نفسه. فقد الشيء لا يعطيه أكيد. طبعا كاين الانسان اللي باقي لحد الان وباقي منا يعني كثير انهم تيكذبوا على راسهم بعدا. فبالتالي تيكون عندك واحد الاشكاليه كبيره. يعني التواصل مع نفسك هي مهمة، التواصل مع الآخرين هذو كله مسائل مهمة، وخاصنا دائما نعملوا على أنه لو وصلنا لواحد درجة نزيدوا إلى الأمام دائما مادام كنا حنا عايشين. فبالتالي من وصلوا واحد القدرة ما تتولي جوستومون تتولي إذن واحد طريقة ديال التواصل تتكون طبعا إيجابية وتتكون أسهل تيولي، لأن الإنسان طبعا اللي تهز 4 كيلو ماشي تهز 5 كيلو ماشي 6 كيلو، كعضلة. فإذا البراكتس طبعا تمارين وخاصة خاصني أول شيء أن أول مشكل كما قلت في التواصل هو عدم احترام وجهات نظر الآخر. وأنا دايما تنقولها وقلناها في كيف الحال سابقا، قلنا أيضا أن الإنسان تيتزاد عنده واحد القفة ديالو فيها واحد المعدات واحد التقنيات واحد السوارت اللي بغيتي سميها باش ما بغيتي، هادوك السوارت انت اللي تديرهم. وطبعا كاين تما كل ساروت عنده نقولوا واحد لا كومبيتونس، عندك يعني واحد جوج ثلاثة أربعة فوالا. فكل ما كثرت عندك العدة كل ما كثر عندك الدوزان
ما بين قوسين كل ما كثر طبعا أي حاجة أي باب ممكن تحله. يعني يعني قد ما العدة كانت عندك قد ما عندك الإمكانيات أكثر. أنا سنقول الإنسان اللي عندهم الناس كاين طبعا كاين اللي عنده واحد لا فاسيليتي عنده واحد السهولة أساسا في التواصل، لكن هذا ما يمنعش أنه مني تيضيف طبعا تقنيات إلى آخره تيولي واحد المستوى آخر. نعم. المجتمعات هي تتأثر في هذه القضية هذه، فتنشوفوا بعض المجتمعات بعض المدن مثلا وهنا نديروا ربما تحية المدينة فاس إلى آخره كاين عندهم هذه ثقافة الكلام وثقافة هذا فإذا كلام الموزون أنا راه ماشي فاسية مش عارف ولكن شهادة حق طبعا. إذا هنا حتى المجتمعات تتأثر، فكما قلت هذه القفة تتأثر بالمحيط ديالك، تتأثر أين نشأت وأين ترعرعت في المدرسة اللي مشيتي وكيفاش تربيتي وشنو التجارب اللي صادفتي في الحياة ديالك، فهذه كلهم أشياء تجعل ذاك القفة ديالك تتعمر بأشياء مفيدة اللي تتنفعك في التواصل مع الآخرين. نعم. قلتي واحد نقطة مهمة ما بغيتاش تفلت ليا، هي أن الإنسان فقد شيء لا يعطيه، دونك الانسان اللي ما كيتواصلش مع نفسه ما يمكنلوش يتواصل مع الاخرين. فكيفاش نتواصل مع نفسي؟ يعني كاين الناس اللي كيديروها بشكل هو تلقائي عفوي هكذا، عندهم واحد السهوله في لا كونيكسيون افيك اوميم. الانسان اللي ما كيعرفش هذه المساله واللي بغى يستوعبها مني انا وجبد بغينا نفهموها اكثر، كيفاش نخلق هذاك التواصل مع ذاتي ومع نفسي؟ في الحلقة السابقة كنا ذكرنا العجالة وكيفاش يعني مكونة من 6 ديال الأقسام اللي تجعلك أنك تدير يعني اون سورت دو بيلان، كيفاش تعمل واحد بيان يعني مزيان الإنسان يوقف مع نفسه ولما لا يعني نقد نفسه من ناحية العلاقة مع يعني التواصل سواء في التواصل أو في أشياء أخرى. يعني هاد 6 المكونات اللي موجودة في الحياة واللي هي مهمة باش يكون عندي توازن دائم هي اللي تكلمنا عليها حتى هي شويه في النظره يعني لا فيزيون بيرسونيل النظره الشخصيه راه من خلال التواصل مع نفسك، لان اساسا تتكون واحد الانسان سوي عارف راسك فين باغي تمشي عندك واحد الاهداف معينه عندك واحد الكرويونس ديالك خدمتي عليهم وحددتيهم يعني عندك عارف لان هما قلنا داك الانسان اللي عنده خريطه ولا ما عندوش خريطه exactly. فاذا انت عارف شنو باغي شنو اي اب تريد ان تكون من ناحيه العائليه من ناحيه يعني الزوجيه من ناحيه العمل من ناحيه الدين من ناحيه صحتك من ناحيه اختيارات الحياه اللي بغاو طبعا يشوفوا بالنسبه لهذا ممكن يسترجعوا الحلقه اللي درت فيما يخص النظره فهذاك تكلمنا لو أننا وصلنا لهذه الدرجة ديال الصدق مع النفس وأننا تنتواصل بهذا الشكل وتنحاسب نفسي مرة مرة يعني تنوقف وتنقول واش يعني اسكو جوغي بو فير ميو اسكو شنو كان ممكن نحسن في هذا حتى هنا احنا مادا اليوم تنتكلموا على التواصل نتكلم هذه الطريقه اللي تكلمت بها كذا واش مزيانه واش خايبه يعني يكون دائما تنجلس مع نفسي اعاده نظر لو ميزون كاستيون كاع الناس الناجحين في العالم لي وينر بشكل عام يعني سي دي جون كي سو ميت ان كاستيون كي سو ريميت ان كاستيون يعني تيشوفوا نقولوا نعاودوا نقولوها بشكل مختلف الناجحين في العالم بشكل عام هو ناس يقولوا كيفاش ممكن نجح ما يمكن أن أحسن أيضا في هذه القضية ولا في هذه القضية وطبعا من هذه القضية طبعا التواصل تيكون يعني شيء واحد أداة فعالة جدا لأنها تتسهل لك بزاف المسائل واليوم غنحاولوا نعطيو واحد التقنيات واحد بعض التقنيات بسيطة وفيها في يعني في أي واحد ممكن يستعملها فقط خصو يدرب عليها شوية وغادي تعاونوا نخرجوا بواحد الفائدة اللي هي عملية يعني شي حاجة اللي ممكن الناس يطبقوها. لا لا اليوم غادي إن شاء الله غنشوفوا بعد واحد ثلاثة ديال الأدوات والتمارين اللي ممكن ببساطة تعطيك واحد غتربح واحد الجهد كبير يعني وغتسهل عليك بزاف المسائل لو أنك تستعملها. يمكن لكم كذلك التواصل معنا مستمعينا مما تعطينا كوتش أسماء هاشمي هاد الأدوات هادو التقنيات اللي تتكلم عليها. يمكن لكم التواصل معنا مادام الموضوع اليوم هو على التواصل الإيجابي للأسماء
واللي يطرح الأسئلة ديالكم أو لا تغني. وهذا الحوار هذا بوجهات نظر ديالكم على الرقم 05 22 67 41 42. أسماء شنو ظهر لك ناخدو أداة من هذه الأدوات اللي بغيتي تقترحي ولا نتوقفوا؟ أنا نفضل ناخدو واحدة ونخليه جوج من بعد. تفضلي. إذا الأداة الأولى اللي قلنا غادي نتكلموا عليها هو واحد المسألة بسيطة جدا تنقولها. حاولوا فقط أنكم تبدلوا السؤال ديال علاش بكيفاش. السؤال ديال علاش اللي تيطرح كثير من المشاكل. نقولها مثلا للزوجة ديال تخلى رجلها معطل علاش تعطلتي، يقول لها ماشي شغلك وحنا بدينا صداع. أي واحد ما تيبغيش السؤال علاش، لأن السؤال علاش تيوضع الإنسان الآخر في واحد الموضع يعني موقف ضعف. فبيرسون نو فو سو جوستيفي طول الموند يعني كلكل سوا ما حتى حنا ما نديرش حتى في العمل. يقول لك علاش عطلتي وعلاش علاش، داك لو مو علاش دائما تيخلق المشاكل في التواصل. داكو. لو انني حاولت غير في بدايتي نقلب هذاك علاش بكيفاش، هذيك السيده مثلا غتقول على الزوج ديالها اللي تيتعطل علاش انت ديما تتعطل، غتقول له مثلا وكيفاش نديروا دابا سي محمد باش بقى نخلي الماكله سخونه ولا هذا. هنا اسلوب الحوار مختلف تماما، لان الحوار الاولي هو يعني اغريسيفيتي العنف. الحوار الثاني هو يعني تيجعلك انك في ان ايتا ديسبري بحال بحال، ماشي رجعتك تقل مني او جو اون ايغال ايغال، دونك اون اي با دون تو مي با لوتر دون اون بوزيسيون دو فابليس كي فالو هذا اي فا كومونس ا سو جوستيفي بيرسون نيم سو جوستيفي. فو با ترو بوزي لي كيسيون علاش وانت شكون وانت هذا. حتى بالنسبه لاول لقاء بالنسبه للاشخاص اللي تلقاو اول مره ديك الاسئله بزاف ديال الاولى يعني نحاول نعرف بعض المعلومات اللي بغيت بشويه بشويه وبشكل غير مباشر لو اننا فعلا حبيت نعرف. هذيك قوت الاسئله تجعل الانسان تيتخلع نبدلو قلنا علاش بكيفاش. مثلا في هذه الحاله هذه احنا ناخذوا مثال باش الناس يعرفوا. مثلا شنو واش علاش تعطلتي، نقولوا كيفاش تعطلتي. لا انا قلت هذا المثال، قلت بانه مثلا هذه السيده اللي قالت رجلها علاش تعطلتي او هذا، فهو تتقول له مثلا تتقول له سي محمد كي غنديروا باش بقى تجي الله يعطيك في الوقت، الله يستر عليك في الوقت باش ناكلوا الماكله سخونه او شي حاجه من هذا القبيل، اللي تتجعل ان الانسان الي دون لا سوليوشن، هو في الحل. نعم شتي فرق كبير ما بين قبل من حتى من السؤال. كما قلنا طبعا الخدمه على الادراك ضروريه، لان هذيك السيده ناخذوا هذا المثل مزيان باش الناس يعرفوه بالضبط علاش كنهضروا. مثلا هنا عندي جوج هذا السيناريو ديال جوج سيدتين تيتسناو رجلهم تعطل. كاينه الاولى تتقول وهذا فين مشى وشنو دار واش هذا وذا تيدير وما عرف شنو، يعني الوساوس تنخليها تتلعب عليا يعني لا كومون جو فوا لي شوز تيأثر عليا في اساسا في كيفاش نطرح السؤال. لانتربريتاسيون ديالي انا لانتربريتاسيون سكي في دائما بعدا خصنا نخدموا لانتربريتاسيون في حسن التأويل. تأويل حسن الظن بالاخرين. وحسن الظن بنفسك. لان هذا تيكون عنده مشكل في حسن الظن في كلا يعني ما عندكش ثقه في نفسك وما عندكش يعني وحتى يعني لو انه نفترض فعلا ذاك سوء الظن اللي عندك هو اللي كاين، فطبعا من يعني احسن انك يكون عندك حسن الظن، هذا حتى جيد بالنسبه للصحه ديالك الى اخره ما يتعبش. فاذا من الاحسن انه كما تنقولوا ما نحكرش بزاف المسائل الى اخره. ومنيد يعني هذا الادراك هذا الانتربريتاسيون تاويلات خصني طبعا نخدمها دائما داخله في اطار الكلام اللي قلنا في التواصل مع ذاتي. نعم. في التواصل مع الاخرين السؤال اللي ممكن نطرحه، طيب اوكي انا بغيت نعرف فين تعطل هذا الى اخره. الوغ السيده اللي تتقول مسكين مع شنو وقع ليه، يمكن تكرفس في المواصلات، يمكن ما عندوش، هنا وحده ماشيه افيك لومباتي وحده ماشيه افيك لاغريسيفيتي وسوء الظن. دونك جوج سيناريوهات. دخل السيد وحده غتقول له علاش تتعطل وانت ديما وفين كنتي، ولا لا جو سوي سور مشيتي لهنا وعملتي هذا. بدينا المشاكل. شي حاجه اللي غادي تجيب لنا صداع الراس وربما كاع تعطي شي تبعات اخرى. يعني ما كانش في الحسبان. ما كانش في الحسبان. الثانيه لو انها كما قلنا قالت نفترض انها خدمه تقنيات كيفاش ماشي علاش باش تعرف شنو وشو كيفاش اسمح محمد دابا نديرو مثلا باش تجي في الوقت باش ناكلو في هذا، لو انه هي مثلا المسائل تتكرر فمساكن الاخر تايلونديير دون لا سوليوشن، حنا في الحلول. يعني انا وياك حنا دابا كيفاش نديرو.
زعما هاد المساله ديال تتقلقني والماكله تنسخنها 4 ولا 5 المرات وانا كيفاش دابا نديرو باش نلقاو هذه فوالا لابروش سوليوشن لا كيفاش دائما تجي ولا تلاحظوها حتى بالنسبه للتواصل مع نفسك نعطي الاشاره الا بقيتي تتقول علاش مهمتي انا ما تيوقعليش هذا الشيء وعلاش انايا تيوقع لي هذا الشيء وعلاش انا ما تنطلع شيء وعلاش ما تندير شيء وعلاش لكن فرق كبير السؤال اللي قليل اللي تيطرحوا كيفاش ندير على يعني بوكو دو بيرسون في لي بروموسيون مثلا تيقول لك علاش انا ما جيتش في اللائحه ماشي هذا هو السؤال اللي خصك تطرح كيفاش نجي في اللائحه هذاك باسكو تقول كيفاش غنجي في اللائحه انا تنبدا في البلان داكسيون فوالا كومون جو في ديستينغي بارابور اوز اوتر يعني بحال دابا نمشيو حنا المثال اللي قريب للناس مثلا واحد غادي نقول واحد الشاب عنده امتحانات كيدير مجهود وهذا وما كيجيبش نقط اللي بغى مثلا نقط حنا نشوفوا دابا ليكزومبل دو باك اللي كاين دابا شي واحد خدم ودار مجهود وهذا وما جابش النقطه اللي بغى اللي بغى تدخلو لشي مدرسه دونك المره الجايه كيفاش نجيب هاد النقطه كيفاش كيفاش غادي تعطيه دياغنوستيك كيفاش غيقول لا جو لوب اسكو تنتخلع اسكو تنستريسي اسكو داك اسمحوا لي هاد تيقول ان كيفاش تجعلو انه يقلب على الحلول من عنده من ذاته عرفتي هاد الهضره اللي تتقولي تتخلي الانسان الا فكر فيها يستوعبها يعني منطقيه بزاف لان الانسان تيقول علاش بحال كي يعني غادي نقولوا كيتعمى على اش كاين ما كيبغيش يشوف الواقع تيقول علاش هو بالنسبه له تيشوف المؤثرات الخارجيه داكور علاش على ود حيت الاستاذ ما تيحملنيش على ود هذاك اللي جاي حضينا ما عرفاش شنو على ود هذاك اللي وترني على ود خويا تيخدم المسجله ما خلانيش نحفظ با تيعمل ما عنديش الى اخره هذا علاش تجب الي دون لو فاتاليزم الي اون تران تشيرشي هذاك البروبليم بالنسبه له تيعلقهم على بزاف الحاجات وحده اخرين وهذه اسهل حاجه ممكن نعملوها لكن الانسان اللي تيبغي ينجح وتيبغي يتميز تيسال نفسه كيفاش بهاد الامور اللي عندي بهاد المشاكل اللي عندي وطبعا كل واحد عنده حقه في المشاكل هذه مساله طبيعيه رغم منها فاذا ماشي كل شي واحد عايش في اون اوتوبي ولا شي حاجه شي مدينه فاضله الى اخره كل واحد عنده مشاكل اللي عندك لا ليسون بروبليم ايت ان بروبليم دخلك الشك حاجه مش هي هذيك فاذا الانسان طبعا يكون عنده لا بوزيتيف اتيتيود مادام توقف على رجليك وصابحا الحمد لله وكافي لانك انك يعني تكون تقوم بالعمل ديالك وتكون يعني انسان يعني اوتونوم وانسان هذا فالحمد لله الشيء الاخر كله ممكن يتخدم فغنقول كيفاش واش انا تنتوتر واش المشكل تيوقع لي في اللغه واش تيوقع لي في الشفوي ولا في الكتابي واش في الكتابي تنتلف واش هذا طبعا حنا كاينين حتى دي كوتش ودي دي جون كي بوف اكومباني وافيك اون سول سيونس ولا شي حاجه باش ممكن يعني ممكن تشوف تشوفي لو دياغنوستيك بوغ لا و سافا با باش تعرف تخدم عليه دونك كيفاش غتقدر تخدم على المشاكل لكن لا كنتي علاش راه حنا اوني دون كيبقى الانسان فوالا كنقلب غير كيما قلنا لي فو بريتكست وصافي ما تلقاش كيفاش اوني فريمون دون البلان داكسيون اوني دون لا سوليسيون لا في التواصل ولا في حتى في الاهداف هذه القضيه هذه مهمه هاد كومون هي جينيال زعما دونك باش الناس يقبطوها هكذا في الدين ديالهم الاداه الاولى هي نبدل السؤال ديال علاش بكيفاش ما يعني لو انني 80 في الاسئله ديال علاش قلبتهم كيفاش غتشوفوا راسكم بان غتربحوا بزاف تري بيان نتوقفوا على هاد النقطه الايجابيه ما دمنا كنتكلموا على التواصل الايجابي لالا اسماء هاشمي والمجال مفتوح لكم مستمعينا للتواصل معنا كذلك 05 22 61 41 42 غادي نتوقفوا لحظات ونعاودوا نرجعوا لكم كيف الحال؟ avec Aziza sur Radio 2M رحب مرة أخرى بكل المستمعين معنا على أمواج راديو 2M أهلا بك معنا كوتش أسماء هاشمي أهلا بكل الناس اللي عاد التحقوا بنا اللي ما كنتوش معنا من الأول ديال هاد الحصة فخصصناها للحديث على التواصل الإيجابي معك الخبيرة في التواصل أسماء هاشمي الهاتف مفتوح لكم للتواصل كذلك أنتم معنا مستمعينا على الرقم 05 22 67 41 42 ناخد اتصال دابا باقي لنا عطيتينا اداه باش يعني يكون التواصل ديالنا ايجابي يعني من الادوات الجيده والسهله يعني يعني متناول الجميع هو انه فقط نبدل السؤال يعني لو بدلت 80% من الاسئله ديال علاش بدلتها لكيفاش فغربح واحد الطاقه واحد الجهد كبير تري بيان الوغ هذا الاداه الاولى باقي لنا واحد جوج ديال الادوات غادي تعطيهم لنا اوفور يا مزيور ياك سواء من خلال الاجوبه او ناخذهم من بعد ناخذ دابا مكالمه ديال هاجر من مدينه الرباط الو
الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لاله السلام عليكم. لاباس السلام عليكم كبيره. لاباس عليكم لاباس عليك الحمد لله ربي يخليك. تفضلي يا هجر. المهم ندخل في الموضوع ديالي. مرحبا فوالا ديريكتومون. مرحبا ديريكتومون. انا عندي مشكل. انا اصلا انا كنت انا كي في زمان الكارير ديالي انا انجينيور في الاندستري مي جلست من الخدمه على ود الخدمه ديال الزوج ديالي تيدي بلاصه بزاف. المهم خديت واحد القرار باش نربي الاسره باش نكون معاه في كل مدينه. لو بروبليم انني انا تندير دي بروجي لان جو سوي با دو جونغ اللي تنقدر نجلس في الدار. تندير دي بروجي. مشيت نتعلم شي حوايج خارج الميدان مثلا خياطه طبخ مي ما تلقاش راسي فيهم. جو سوي با واش ما تلقاش راسي فيهم. والمشكل انني انا تندير يعني كنت ندير ديسان كنت ندير يعني بغيت ندير شي حاجه شي بروجي اللي نديرو يعني فين ما مشيت نقدر نهز معايا البروجي ديالي. انا تنحس براسي كوميرسيال تنحس براسي تنعرف راسي في الخدمه كيفاش تندير. ولكن المهم هذوك جوج مشاريع اللي درت بجوجهم ما خدموش ليا يعني المدينه اللي كنت فيهم ما خدموش ليا. يمكن كيستيون ديال التعامل ما تنعرفش نتعامل مع واحد لا كاتيجوري ديال الناس ما تعرفش نتعامل معاهم. دابا قلت نبدل لا كاتيجوري النوع ديال الناس قلت نبدلهم يمكن غنقدر ندير دي بان. البروجي كاين عند خويا واحد البروجي دايرو الوالد ديالي ديال مواد النظافه وداك الشيء. قلت نمشي نخدم معاه شركه يعني يلاه باديه في البدايه ديالها نخدم معاه. حطيت البلان حطيت كل شيء حطيت هذا مي الباني تنقول غادي نمشي نبدا تنحس براسي بحال عندي ذاك التخوف ديال مثلا شي حد غادي يردني شي حد. تنبقى نقول واش انا دابا مهندسه وغادي نمشي غايقول لي شي حد لا ما غنحملش راسي. تنمشي مثلا غير شي ورقه باغ اكزومبل غير اداره ولا شي حاجه. غير صباح كنت في واحد الاداره حيت بديت في واحد الشركه المهم خدامه معاها غير زعما باش ندير هذا. تنقول تلقيت راسي تنقول هي الورقه داني وجابني عليها ما نكذبش عليك. مرت فيها تنقول ليش في هذه الحاله انا مالي حطيت راسي في هذه الحاله مالي درتها. نجلس كاع انا في الدار انا ما عندي كاع الحمد لله مول الدار زعما الزوج يعني داكشي اللي تنبغي راه تيديروا لي. غير انا تتبغي تكون تتبغي عندك واحد لاجون دو بوش تتبغي ديري واحد المشروع واحد السيده كنتي باغا واحد الامل اللي كنتي قبل تتبغي توصليه بواحد الطريقه اخرى. يعني ندير ان بروجي ماشي داك الشيء اللي كنت بغيت ملي كنت صغيره ولكن المهم ندير ان بروجي اللي غادي يوصلني اللي غايديرني كهاجر اللي كنت بغيت راسي في واحد لا بيريود. واخا هو سي با لو ميم بروجي ماشي نفس داك الشيء تقرايتك وداك الشيء مي هذا عندي تخوف زعما ما نكذبش عليك بغيت نخدم على راسي بغيت نخدم على راسي كيفاش نتعامل مع الناس. واخا انا عندي التعامل ديالي المشكله انني بعض المرات نتعامل بواحد لا سامباتي مثلا الرجال الا تعاملت بواحد لا سامباتي تلقيت تبدا شويه هكايا تنضحك شي حاجه كاين نوع الناس اللي ما تيفهموهاش بديك الطريقه تيوقع لي مشاكل بزاف. وانا الاخ ديالي تيقول لي نقصي شويه من الضحك ملي تكوني تهضري مع الناس تيقول لي الرجال شويه فيهم ولكن انا تنلقى راسي خص ما عرفتش بغيت نخدم على راسي يعني واش الكوتش تقول لي نمشي عند شي واحد اللي خاص بهذه التنميه يعني اللي ان كوتش اللي يخدم معايا ولا نقدر نخدم على راسي راسي. سي مانيفيك بعدا ملي كاينه الاراده انك بغيتي تخدمي على راسك راه جو بونس هذه هي اول خطوه. لا حيت انا المشكل ان دابا تيقول لي حيوفيك هذا الشيء لانه اول خطوه الامام كما قلنا في باقي تنطلبوا منك تشوفي الحلقه السابقه ديالنا اللي تكلمنا على اربعه المراحل ديال التعلم واول مرحله هو يعني لو كونسيامون انكومبيتون يعني انني اعي ان هناك قدره خصني نحسن منها. وطبعا عن هذه بداية إن شاء الله تحسن. إذا بالنسبة للموضوع ديالك أنا سمعتو أخت هجر يعني شفتي ها هو دابا عطيتينا مثال حي ديال وحدة تتقلق حيت تسأل نفسها علاش دار معايا هذا الشخص هذا الشيء وعلاش تيديروا معايا هذا الشيء وعلاش أنا درت هذه القراية باش ندير هذا الشيء وعلى فهمتي. فإذا السؤال فعلا هو اللي طرحتيه بشكل غير مباشر هو كيفاش غنتغلب على هذه الصعوبات وكيفاش غادي نتكلم مع هاد الناس وكيفاش هاد الناس ما يقدروش يأثروا فيا من بعد. كان الصراحه اثروا فيا لانني واحد الوقيته بديت نقول بديت لقيت راسي الاسره ديالي غادي تضيع. بديت نقول انا علاش انا كاع مخليه قرايتي ومخليه خدمتي اللي خدمت فيها باش الاسره ديالي نجمعها. انا مشيت لميدان اخر ماشي زعما ما نكذبش عليك مع كامل سميتو ماشي في المستوى اللي بغيت انا ومع ذلك انا الاسره غادي نضيعها. ديت كلشي وجلست عاوتاني علاش لقيت راسي ولادي ماشي في هذا. المهم دابا انا بغيت الا غادي نبدا
بغيت نبدا شي حاجه ستركتوري ومقاده يعني نعرف نتعامل مع كيفاش نقول الكاتيجوري كامله لا الناس اللي لتحت لا الفوق لا يعني الكاتيجوري كامله نتعامل معاهم ماشي ضروري اللي قاري واللي فاهم واللي في واحد المستوى انت خدمتي تطرحي السؤال الجيد اللي هو كيفاش راه تنديروها راه منين تنبقاو نسالوا نفسنا كيفاش راه باش تكونوا على درايه بالامر وغادي يمكن غيجاوب على جزء من السؤال ديالك. وانا يعني ككامل يعني لي كوتش مع احترامي لجميع الزملاء في هذا الميدان الى اخره حنا راه ما تنعطيوش ليكواسيون ماجيك ما تنعطيوش الحل ماجيك يعني يعني سحل سحري ما كاينش الحل خصو تجيبو من نفسك باش تكون واحد الحل ايجابي وتتمشي فيه في خطى يعني باينه ومؤكده. يعني هو شنو تيعاونك الكوتش تيعاونك في السرعه يعني بعض الاحيان يعني ربما طلب منك المساله سنين عديده باش توصل لواحد الحاجه ملي تيكون عندك مدرب يعني كاي مدرب مثلا نفترض يعني واحد الانسان تيلعب واحد الرياضه معينه ممكن يدير تمارين الراسو ملي تيكون عنده واحد الكوتش ولا مدرب خاص به تيوصل بسرعه للمستوى اللي باغي يوصل ليه. هذا هو الدور ديال الكوتش اساسا تيدير معك عاوتاني تيعاونك بالتقنيات ديالو تيعاونك على انك دير البيلون دياغنوستيك طبعا. لكن انت دابا تطرحي سؤال جيد يعني عندك ابخي من بعد كامل يا اما يعاونك شي حد او تخدمي على نفسك هذه تتبقى قرار ديالك. بالنسبه لك اذا قلتي راك انت سور لا بون فوا يعني تطرحتي لا بون كيسيون كيفاش وهنا من خلال هذا الشيء اللي سالتي غادي نقول لك بالنسبه يعني البيع البيع الكلام هو التواصل راه ملي تنبيعوا الهضره هو التواصل يعني يعني الانسان اللي تيقتنع بالكلام ديالك راك بعتي له واحد الفكره فاذا انت تقولي عندك قدرات في الكوميرسيال مزيان فاذا هي قدره على انك تبيع الكلام ديالك وتبيع المسائل ديالك ماشي ب يعني ماشي بالتلاعبات غادي نشوفوا واحد ثلاثه ديال المسائل اللي خصنا نتفاداوها وان يعني تتعطيك واحد لي ريزولتا نتائج غير هي ماشي مفيده بالنسبه للصحه ديالك وحتى بالنسبه للمصداقيه ديالك. ف يعني حاول ما امكن الانسان انه يكون صادق ولكن طبعا شو تنطلبوا منه يتاقلم لان لو شيما ابيتوال ديال لا كوميونيكاسيون بالنسبه للناس اللي درسوه راه عارفينو ايميتور ريسبتور فيدباك وكل واحد هاز القفه ديالو فاذا السؤال دائما تنقول للناس خصهم يطرحوه ماشي علاش هذا ما فهمش السؤال خصو يطرح هو كيفاش هذا الانسان غادي يفهم ديك القفه اللي عنده هو فاذا خديتها انا بعين الاعتبار فاذا طبعا واحد غادي يقول لك بونجور ماشي واحد يقول لك السلام عليكم ماشي واحد يقول لك والسلام عليكم ماشي فاذا هذه قدرات تجعلني انه نميز ما بين الاشخاص ونعرف فينا هو الطريقه الحوار المثلى مع كل واحد فيهم باختلافه. على ذكر هذه نقدر نقول واحد نقطه بسيطه ديال الناس كانوا عندي في دورات تكوينيه وكان مثلا في محل تبيعوا هذا الشيء ديال الساندويتشات الى اخره ودخل طبعا تقول لهم يعني الانسان الاب مثلا غادي يجيب وليداتو وغادي يدخل عند السيده وهي فرانشيز يعني انترناسيونال وتجي الاخت تقول له اشبيتي هرستي السيستم كله ديال طبعا السيد دخل في واحد لا فرانشيز انترناسيونال ما جايش يسمع اشبيتي اشبيتي غيمشي يسمعها في جمال فنا ما غيمشيش يجمعها يسمعها في واحد المطعم عالمي مدخل بواحد المواصفات يعني هو داخل في هذاك الفضاء تيتسنى واحد شي حاجه مبدله تواصل مختلف طبعا بالنسبه له الى اخره فهي نكته لكن ظريفه لان علاش تتشعلنا ان الانسان خصو يتعلم انه يتاقلم بالنسبه للاشخاص هي اللي تنقول لكل مقام مقال لكل مقام مقال ولكن هي سهله في لكن خصها بزاف ديال المسائل باش نستوعبها راك ذكرتيها قبيله بالنسبه حتى كيفاش قال لك الاخ ديالك تكلم مع الرجال ولا مع النساء الى اخره حنا بغض النظر على واش امراه ولا راجل ولا اخره لان حتى العيالات كاين اللي ربما ضحكي تقول لك هادي يعني هنا خصني يكون عندي داك لا فيبر يعني لو فلير يكون عندي داك سكون ابل حنا لانتيليجونس ايموشن ذكاء اجتماعي تجعلني انه نعرف نقرا المسائل ديال الاشخاص بغض النظر على قبل ما يتكلموا. بالنسبه انا تندير ايضا تكوينات بالنسبه للناس اللي تدير الكوميرسيال تنقول لهم الاحتياج كاينه واحد الطريقه تقنيه تنسميها السونكاس انشرح هاد السونكاس بعجالكم باش الانسان يعرف واش هي طبعا ناخذ مكالمه ثانيه الانسان مثلا تنقول لهم انا في العطش اخت عزيزه فيها العطش كيلكان دوت فيها العطش يعني الاحتياج هو نفسه احنا فينا العطش
لكن كيفاش غادي نقول لي موتيفاسيون سو ديفير؟ يعني انا نقول لك انا بغيت واحد كاس تاي مشحار، اخت عزيزه تقول لك انا بغيت واحد كاس ديال ما بارد ما بارد فوالا، اخر يقول لك واحد المناضه بارده الى اخره. فاذا هنا الاحتياج نفسه، لكن يعني لي موتيفاسيون ممكن نقول الدوافع ديال الاشخاص مختلفه. فهاد الدوافع هي اللي تجعلك انك طريقه البيع لهذا ماشي طريقه البيع لهذا. وان مثلا دخلوا عندك بغاو يشريوا مثلا شقه، راه جايين كلهم يشريوا الشقه او جايين يشريوا سياره، الدوافع تتختلف. فشنو داك الانسان اللي تيبغي يبيع مثلا داك هذا خاصو يطرح لي بون كيستيون، الاسئله الجيده باش يعرف شنو الدوافع ديال الاشخاص باش نهاد باش يميز شنو هما الدوافع ديال هذا الشخص وشنو الدوافع. يعني هل بحال السونكاس اللي ذكرتها هو ان كاين الدافع الاول كاين ديال الناس اللي تتشري وعندها مساله مهمه ديال مثلا لا سيكوريتي الامان، وهنا غيقول لك لا شي ناس تسمعوا ما كانش الحديد ديال المان وداك الشيء. من خلال الكلام ديالو من خلال الكلام ديالو تتعرفي بان الدافع عنده المهم هو لا كاليتي جايه من شي بلاد معينه. اكزاكتومون هو واخدها بهذاك. كاين اللي تيشري على ود حيت عنده دافع الانا. اوكي يعني الان انا لما كانش راس السوق ما ناخذوش مثلا. اوكي اللي عنده يعني من خلال هذاك الشراء هو تيبين الشخصيه وليغو ديالو. اوكي اللي تيشري على ود حيت خصو الجديد، عنده التلفزيون باقي جديد، خرجات شي حاجه جديده يبدل هذاك يخرجو شي واحد اخر جديد، فهو الجديد دائما في اطار البحث عن الجديد والجديد. ويعني معجب كثير بهذا الشيء ديال الجديد والتكنولوجيا. رابعا كاين الكونفور للراحه، كاين تيقلب على راحته. وكاين اللي تقلب على الثمن ارجون اللي تيتكلم على الثمن، وكاين اللي ما ناويش كاع يشري ولكن لقى واحد الكوميرسيال ظريف تتوقع لينا كاملين تنقوا في اشاره حمراء وتيجي يقول لك استاذه عافاك عاونينا وتشري ذاك البوطل كاين وانت عندك جوج في الطوموبيل على ود حيت الكلام كان جيد والشخص يعني سمباتيك. اكزاكت نعم دونك سمحوا لي. فاذا هنا خصني نوعي بان راه الناس كلهم عندهم نفس الاحتياج لكن دوافع كثيره مختلفه. دونك هذه المساله توعى بها كذلك هاجر ياك اسماء تاخذها بعين الاعتبار وتشوف الناس شنو تيقولوا باش يمكن لي نادابتي الديسكور ديالي. نعم سمحوا لي. لا فوالا جو لي سونتي. نخليك توقفي لحظات اسماء تشربي واحد الكويس ديال الماء ونتمنى نتكلم مع سهام من مدينه مراكش. نذكركم مستمعينا بالرقم ديالنا 05 22 67 41 42 للتواصل معنا. ناخذ الان سهام من مدينه مراكش. الو الو وعليكم السلام ورحمه الله. لاله سهام لاباس؟ الحمد لله يسعدك بخير. الله يبارك فيك. كنت كنقنا بزين. مرحبا بك لاله. مرحبا. الو تفضلي لاله. اول مشاركه مرحبا بك. شوفي دقه دقه راه هي اسماء كتسمع ليك. قولي لنا سهام شنو هو السؤال ديالك؟ سهام المشكل عندي هو كما قلت لك كنقول علاش بزاف ما عنديش كلمه كيفاش. اي سؤال مثلا بنطرحه على الزوج ديالي ولا في الخدمه ولا اي حاجه علاش هذا علاش في الحياه الشخصيه ديالي كتجيب لي بزاف المشاكل. داكور. فاذا دونك عندك الحل لاله سهام. دونك نحاول نبدلو هذا علاش بكيفاش راه تجربه. راه اليوم تبدلي لي واحد اربعه الاسئله اليوم غدا خمسه وبعد سته وهكذا ذواليك. وبعض الاحيان راه نقولها ودي نصيحه زعما يعني بعض الاسئله لا داعي لها قبل ما نطرح اساسا واحد السؤال نشوف شنو غادي يعني شنو غادي يزيد لي شنو غيضيف لي واش غيضيف لي شي حاجه في الحياه ديالي واش غيضيف لي شي حاجه في المعلومات ديالي. راه بعض الاسئله راه واهيه. حنا باش نقول هنايا كاين خصنا نعاودو نرجعو مع الذات ديالنا ونحاول انني نحدد شنو هو الاهم بالنسبه لي فباش ما نضيعش الطاقه. راه الطاقه وحده كاينه ما تبقاش تضيعوها في مسائل لا تفيد في شيء. دونك نحاولوا فوالا. الوغ اسماء عندها مسكينه دخلت درنا لها لا كليم جهده الى جمال. الوغ دونك هي السؤال ديال سهام كان واضح وتقريبا كنظن انا سهام تبعت معنا هذه الحصه من الاول فعرفت كيفاش تبدل يعني عرفت راسها انها خصها تبدل علاش بكيفاش. انت عطيتيها الحل يعني جوج الاسئله اليوم ثلاثه غدا ايوا هكذا ولكن اي حاجه. نعم سهام قلتي ما كتعرفيش علاش كيفاش زعما ما كتعرفيش واش ما كتقدريش ولا شنو ماشي ما كنضرب مثلا اي سؤال مثلا زوجي اللي فين كاين ولا علاش تعطلتي.
اشنو العطلات داكشي اللي قالتيها اللي قالت اسماء في الاول ياك يعني بحال دابا شي واحد كيجي معطل علاش تعطلتي بلا ما تقولي كيفاش ممكن ما تعطلش وهي بيني وبينك سهام حنا كنا اكتشفنا هذه المساله اليوم حنا دائما كلشي كيقول علاش مي ابارتير دوجوردي غادي نبداو نقولوا يعني مثلا حتى مع الدات ديالي كنحاسبها ماشي كنحاسبها مثلا بكيفاش انا نقدر نوصل لهنا ولا واش انا غلطت ولا علاش انا كندير علاش دائما انا كيوقع علاش هذا هو المشكل فعلا ديال الاشخاص في حياتي ديالي كامله تقريبا دابا عندي مشكل مثلا حتى شي بنت مرات نقول علاش انا اللي كيوقع لي هكا واش مثلا نحيد من هاد مثلا الخدمه واش نخرج من الخدمه الدار واش فهمتي نلقى شي حل اخر ما عرفتش كيبان لي زعما ديك علاش بحال غادي تلقى لي شي حل انسب ف دونك انت جاوبتي على نفسك على الاتهام استسمح بالنسبه للمستمعين مش مشكل احنا عادرينك تفضل ما تخدموش هذاك الكليماتيزور فعلا مشكلتي طرح لنا في الصيف نعم فاذا الاخت تامر جاوبتي على نفسك تحاولي ما امكن انك تدربي نفسك قبل ما تاخذي قرارات مصيريه على انك تغادري العمل او شيء من هذا القبيل يعني وقفي مع نفسك وكوني صادقه مع نفسك والسؤال ديال علاش هو مهم بعض الاحيان فيما يخص حين يعني ملي نبغي نلقى كيفاش مزيان لان ملي تنطرح اول وهله كيفاش راه تمشي لواحد علاش مزيان لكن ملي تنطرح علاش هي الاولى تديني الاعذار عند الاخرين هذا علاش تعامل معايا بحال هكذا هذا انسان خايب علاش دار معايا هكذا علاش في المدير هذا ما تيبغينيش علاش فتبقى مؤثر بالعوامل الخارجيه لكن كل ما قلت كيفاش ندير وناخذها كتحديات كيفاش ندير يلا التحدي الاول انا دابا غادي نفيكسي واحد التحدي الاول ان بعد الزوج ديالي نحاول بعدا على الاقل في العجله القد الجزء الخاص بحياتي الشخصيه لانه مهم وتاثر ايضا في مسائل واحده اخرى نحاول على الاقل يا ريت انك ممكن تجلسي مع الزوج ديالك واحد جلسه صدق وتعرفي حيت حنا عندنا مشكل الاعتراف بالخطا لكن الاعتراف بالخطا فضيله وتقولوا فعلا انا عندي مشكل واكتشفت اليوم انه راه عندي مشكل في واحد هذا وغادي نحاول نطوره من ذاتي واحد الشكل يعني سلس وحنا وانا بغيتك تعاوني في هذه القضيه ويا ريت انني نقول لك علاش قول لي وها انت عاوتاني رجعتي لعلاش فنحاول نلقى واحد يعني على الاقل باش لان حليت عليا بزاف المشاكل العمل من جهه والزوج من جهه والصحه راني بزاف الابواب حليت عليا وراني مشكل عندي فاذا نحاول على الاقل نقد يعني اللي ممكن نقدو دغيا دغيا بشويه بشويه وداك الشيء العجله غتشويه شويه غتولي الدور عندك ان شاء الله بحول الله ميرسي بوكو اسماء ما بغيتش نتوقف حتى تسالي مع السيده سمحي لي ما كاين مشكل فغادي نتوقفوا دابا لحظات مستمعينا ونعاودوا نرجعوا باش ناخذوا مكالمات اخرى على الرقم 05 22 67 41 42 خليكم معنا رحب مره اخرى بكل مستمعينا معنا على امواج راديو دوزام وبيكي كوتش اسماء هاشمي مرحبا بك مرحبا على المستمعين اللي يلاه يدخلوا معنا الا ما كانوش معنا من الاول فممكن يعاودوا يسمعوا الحلقه على موقع راديو دوزام www.radiodozam.ma مباشره من بعد الربعه ديال العشيه غادي يكون البودكاست موجود دونك اللي تواصل معنا مستمعينا 05 22 67 41 42 من فرنسا ناخذ مكالمه ديال سامية الو وي الو وي سامية بونجور مساء الخير مساء النور لاباس عليك لالا اسماء الله يبارك فيك الله يبارك فيك شكرا بزاف مرحبا منين كتصلي من فرنسا من باريس من باريس مرحبا بك لالا مرحبا الله يخليك السؤال ديالي انايا عندي راجلي ما كنعرفش كيفاش نتعامل معاه عنده لينيرجي عنده القوه اللي دائما زربان واخا ما عنده حتى حاجه زربان انايا العكس يعني كنبغي ناخذ الوقت نبغي من يكون كنهضر يشوف فيا يسمع باسكو تيلما ايلي توجور بريسي اي بعض المرات ما يسمعنيش ما كيسمعش اش كنقول له داكور اي بعض المرات انا كنهضر ولكن من بعد قلت وانا دابا غير كنهضر ما عرفتش شنو هي واش كاينه شي طريقه وشي حاجه اللي انا خاصني باش غير على الاقل يمكن ما غاداش نقدر ماشي باش نغيره ماشي هذا ولكن يعني احنا ما نقلبوش نغيره نقلبو كيفاش نتعايشوا اكزاكتومون يعني
فوالا باسكو بعض المرات اوف بعض المرات ما كنكون ناكلوا فوق الطبله اذا ينوض خمسة المرات ستة المرات واخا ما كاينش حاجه ما خاصو فورشيط خاصو معلقه كاس الماء انا كي كنعيا كنعيا بحال لي تو ستريس ياك مي تو ستريس اي لي تري نيرفو سي فريمون سي وخلاص الا كنا غنسافروا ولا شي حاجه لي بلو رابيد كو تفتلقت القياده الى اخره ياك ميم بور كوندوير اي تو سا اي لي فوالا اي انا ما نعرفش واش كاينه يعني شي طريقه باش هكذا ولو غير بعض المرات ملي كنبغي نهضر مثلا بعض المرات انا كنحس بانه ملي كيكونوا بحال دابا عندي حويجات زوينين اللي كنبغي نعاودهم ليه ايبا ما كنلقاش هذاك باسكو لينيرجي فوالا باسكو تالما بعض المرات تكوني تهضري معاه ولكن هو ندير غير عنده الافكار ديالو في بلاصه اخرى يا بري بن نقول له سمعتيني يا با دو بروبليم مي اوكي إذن أنا تنظن كما قلتي و سي بيان سا جوست فالور دونك اون بو با شانجي لي جون سا فا بخوند بوكو بلوس دو با كونت اون بو لي انفلونسي اون لي شانج با لكن تنأثرو عليهم يعني إلا كانت عندنا حنا واحد لاتيتود زان واحد لاتيتود هذا أفورس دي شوز إي فا سو روند كونت كو بوتيتر هاد لا ميثود إلي ميور بور بوفوار دو مومون كو هو إي سو با كونت يعني ما حس براسو بور لوي إلي تخي بيان إلا با دو إلا ريان أ سو etc. بالنسبة لك انت دونك تحاولي تأدابتي مع هاد الشيء c'est-à-dire que elle attend qu'on l'ouvre maintenant usé de la méthode du silence quand tu es en train de parler et tu vois qu'une personne ne t'écoute pas il y a une méthode sentlakch mais tu comptes te calmer ou tu es insane mais tu sentlakch scout fajah n'as pas peur من سكوت لكن هو أيضا وسيلة من الوسائل يعني التواصل مع الآخرين يعني لو الموضوع ديالي حاول طبعا تبقى فيك الحق انت باغا تقولي شي مسائل وباغا تشاركيها مع الزوج ديالك مساله طبيعيه وبديهيه لكن تعلمي انك يعني تشاركي ايا كان الشخص الزوج او اخر تشاركي الامور اللي تتلقى الاخر مهتم بها الا ما مهتمش بها يعني انت غيبقى فيك الحال مرد الفعل ديالو ما كاينش اهتمام فبالتالي علاش غادي نخوض انا كاع نجعل نفسي في هذا الموقف فاذا اللي ما يتصنت ليش نخدم على راسي نسكت حتى هو يقول لك اه يقول لك فازي كونتينيو اسوا فازي سا فادير كي تيتي اون ايلتي فينالمون اون تران تيكوتي داكور باسكو الا ما قالكش فوالا الا ما سكت الا سكتي وما قال والو ما عقوا يقول لك اه سي بيان بون عرفي بانه فعلا راه من الاول للاخر ما سمع والو لكن بعض الاشخاص كاين اللي عندهم مشكل انهم يشوفوا الاخرين لان عندهم سي دي جون كي سون او مولتي تاش حيت كاين دي جون مونو تاش وكاين دي جون مولتي تاش فوالا جو بونس مو ماري سي مولتي تاش ولكن راه ربما راه تيتصنت لك واخا هكاك واخا يفهم تي بو هذا كيما قال لك فانت حاولي انك ديري هذا السكوت مره وممكن هاد الشيء تشاركيه يعني لو بغيتي تشاركيه مع شي حد اخر اما تشوف مع الاخت ديالك او الام او يعني الاصدقاء او هذا وهذا يعني باش تحترمي الاختلاف ديالو كما تنقول احد مشاكل التواصل هو عدم احترام اختلاف الاخر مادام هو شريك العمر ديالي هاد الشيء اللي عطى الله يعني الي كومسا غاديش دونك اوجوردي خصني كيفاش انا نعيش سعيده بهذا الاختلاف والاختلاف هو غنى ماشي ضروري يكون شي حاجه اللي يعني مشكل الى اخره فهو غنى فاذا انا ما نجعلش هذا الشيء اثر فيا لا في صحتك ولا في المزاج ديالك ولا في العمل ديالك ولا في السعاده ديالك ولا في حتى في هذا فاذا لو انه فعلا ما انسان لو ممكن فهموا هذا الشيء كما قلت الاخت الاخرى نحاول نجلس معها واحد دائما الحوار تنقول مهم ايا كان التعامل مع الاشخاص ونقول له راه شوف راه تضرني هذه القضيه ملي جو مو سون با كون جو تو بارل دو كيلك شوز و تو ني با مو سا ما توش حاول تقولها دار دي كونسيسيون حاول يجتهد على نفسه مزيان ما دارهاش خليت انت يا راسك يعني معززه مكرمه ما تحاولش انك دائما تفرض تفرض لا تفرض الكلام ديالك يعني خصني نختار عاوتاني كاين واحد الحاجه مهمه ما قلتهاش وخصني ضروري نقولها في هذا الماء هو انك تختار الوقت
يعني ما يمكنش الانسان مثلا مزروب عنده شي عمل ولا مش بدلونا شي موضوع مهم خاصو يعني حتى ادوان تبارك الله عليك راه بنتي لي انسانه يعني واعيه راك عارفه هذه المسائل هذه. كاين شي مواضيع تتقلب الليل وكاين شي مواضيع تتقلب في الصباح وكاين شي مشاكل حتى الوقت خصو يكون الوقت مناسب. هذه من الادوات يقولوا ديال نجاح العلاقه الزوجيه نختار الوقت المناسب باش نتكلم على موضوع معين. انا الزوج ديالي امتى تيكون على خاطره امتى غيعطيني اكيد راه انت معاشره معاه وعارفه فين هو الوقت اللي ممكن تشديه مثلا ولا كاريمون تشدو تقولوا شوف انا راه خصني نشوف معك واحد ثلاثه ولا اربعه المسائل نفاليديهم انا وياك. ديري بحال داكشي ديال الشركات امتى نديرو هذا الاجتماع اخويا قول لي باش تعطيني وقت راني محتاجه الاهتمام ديالك وباش نشوفوا راه عندنا قرارات خصنا ناخذهم يا الاطفال يا العطله يا كذا يا كذا امتى نقدر هذا. وهنا غادي يكون واحد التجاوب تنظن اكثر ان شاء الله. نطلب الله التوفيق ان شاء الله. ميرسي بوكو. بارك الله فيك. ميرسي لاله ساميه. ميرسي بوكو. بارك الله فيكم بجوج فريمون كلامكم كيشجع على القلب. الله يبارك فيك لاله وتحياتنا لكل المغاربه في فرنسا اللي كيتابعونا سواء على موقع راديو دوزام او حتى يمكن في التلفزيون عبر ساتيليت اللي كيتابعوا البرنامج دونك على موقع راديو دوزام www.radiodozem.ma. غادي ناخذ مكالمه اخرى الان من مدينه العيون. معنا خديجه على الهاتف. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاله خديجه مرحبا بك. بارك الله مرحبا فيك. مرحبا لاله. الحمد لله. الله يبارك فيك وانت بخير. الله يطول عمرك وكنسلموا عليك كاع الناس ديال الجهه. الله سلم عليهم بزاف 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 لاله مرحبا بك جميعا. فوالا اكزاكتومون. لاله خديجه يا كوتش اسماء كتسمع ليك تفضلي. بغيت نسولك الله يجازيك بخير. انا في عمري 23 سنه. نعم ما شاء الله شباب. عندي جوج بنيات. تبارك الله تبارك الله. عندي جوج بنات يعني تقريبا يلاه ولدت بنتي دابا عندها 4 شهور والفرق اللي بيني وبين الزوج ديالي ديال لاج ديالنا هو الفرق هو 15 سنه. تبارك الله. ومكنتش عليك يعني ما كانش شي تواصل بيناتنا ما كانش شي اتفاق لا ما كانش توافق في الفكري. أول حاجة اللي خلاتني يعني الحقيقة باش نهرب تجوز باش نهرب من الضغط ديال الوالد حيت ما كايناش الوالد الله يرحمها وقلت زعما نتجوز تاع داكشي اللي بغيت ما لقيتوش نهائيا. أول حاجة ما كيخرجش معايا وكان عيما نقول لي خرج معايا والو عمره ما خرج معايا. ما كيخرج معايا ما كيقول لي هي شي كلمة زوينة زعما ولا عم كنبغيك ولا ما كايناش حنا عندنا داك الشيء في القاموس ديالنا انا وياه. عمرها ما كانت زعما وين من غير الكلمات يعني كاين الناس اللي ما عندهمش الكلمات ولكن التصرفات ديالو معك كي دايره واش تصرفات يعني تجعل انك تشوفي منه انسان محب يعني قايم الواجب ديالو قايم الواجب ديالو الى اخره. الحقيقة تاعت الله من ناحية الواجب ديالو ما عندي مثال خديجة ما عندي مثال اللي كاين كتقولوا المهم شهادة الله. شوف الكلام المعسل كما تنقولوا الكلمات الرومانسيه وهذاك الشيء ماشي دائما تتكون عند الزوج ولا ماشي كاع الازواج يعني عندهم هذه القدره يعني على حسب كما قلت القفه اشنو هزه التربيه الى اخره الحشمه كاين بزاف المسائل اللي تتجعل رانا تنعرف اشخاص جاو عندي كان عندهم مشكل يقول تنبغيك المو ماشي المراته المو اساسا يعني باش فاس كيفي ما يعني راه كاين حنا الترابي كيف في كل واحد كيتربى كاين اللي عنده احبك كلمه عاديه تنبغيك هذا وكاين اللي هذه صعيبه باش تخرج ولا باش يقول حاجه واحده اخرى. لكن لو كانت التصرفات تتبين هذا الحب وتتبين هذا الاهتمام وتتبين بالمسائل فيعني نتعايش انا مع هذا الشيء وشنو بغيتي دابا التصرفات ولا الكلام راه كاين اللي عاوتاني تيتكلم وما تيتصرفش على الاخر. وخديجه واحد السؤال الزوج ديالك يعني كيدير تعامله مع بنياتك؟ الحقيقة والصراحة عزيزين علي بنياته قدر ما عزيز علي أنا اللي مرضو يا زعما وهي دائما الأبنة تكون واحد يا ماشي ماشي أكثر منك لاله خديجة هو حب مختلف لأن الحب اللي عندنا للأبناء ماشي هو الحب اللي عندنا للزوج أو الزوجة. نعم هذه اعملها في بالك يعني ماشي تقول بأنه
طبعا هو بنيتاتو كاين حب الاب, لكن انت زوجه يعني تشوف كامراه حاجه وحده اخرى ماشي. لكن اكيد مادام هو يعني عامل, وخاصه انه قلتي غيبغي يحافظ عليك لان كان عندكم واحد الفرق سن اللي ماشي هو عيب على خديجه, لان كاين بزاف ديال الازواج كاين يعني السيدات اللي تفضلوا ان الزوج يكون كبير عليهم بواحد السن معينه, لان تياخذوا يمكن تجربه تياخذوا العمق بزاف المسائل. يعني ماشي عيب وماشي مشكل لو انك خدمتي على كيفاش اللي قلنا في الاول وكيفاش نتكلم معاه وكيفاش نلقى شي طريقه كيفاش نتواصل معاه. دابا انت العشره ديال هاد السنين غادي تكون وراتك شنو تيبغي شنو ما تيبغيش, فخصك تخدم على هاد كيفاش وتقول شنو اللي ممكن انا نديرو باش نغير العلاقه وبغيتو باش يولي يهضر معايا بهاد. جميله الفكره, استوعبتيها لاله خديجه ولا لا؟ شنو كتقصد اسماء؟ لا الوغ اسماء قالت لك بلاص ما تبقى تقولي, عرفتي شنو قالت لك؟ بلاص ما تبقى تقول علاش ما تقولش ليا تنبغيك, كتقول لك قلبي على كيفاش يولي يقول لك تنبغيك مثلا, مثلا غير او على الاقل كيفاش نلقى غير كيفاش. ما يمكنش الانسان يدوز من صفر ل 10 10 على الاقل كيفاش نديروا بيناتنا, كيفاش نلقاو شي نتواصلوا بيناتنا, نديروا شي حويجات بيناتنا بجوج. الا كان تيبغي شي عشيوه ولا شي غديوه تيعجبو شي اكل معين فهذاك الفتره تعملها, راه خصنا ناخذوا التجارب من النساء فيما مضى. يعني ملي تيبغيو يتواصلوا مع الازواج ديالهم راه تبارك الله مدرسه, فشي مسائل بسيطه ما نستهنوش بها, لان كما قلت لو ان المحيط يعني داك امتى اختاريتي الوقت المناسب واختاريتي الطريقه المثلى وفي جو مناسب كن على يقين بان الميساج غادي يدوز مزيان. غير خصك تقلبي على كيفاش. حنا كيفاش ما يمكنناش نكون معاك لاله خديجه, انت اللي غتعرفيها ياك خديجه. أو الصراحة هي كيفاش الصراحة أنا اللي مرة ما عارفة كاع كيفاش غادي تعرفيها إلا فكرتي فيها مزيان. شوفي كأي حاجة دابا مثلا نفترض نعطيك مثال بسيط, شي وحدة مثلا بغات تجلس مع راسها تقول كيفاش تتصاوب ديك الحلوة ولا كيفاش تتصاوب داك البريوات, دقتيهم مثلا وما عطاوكش الرصيطة. أنا متأكدة اللي غتعمل واحد الاجتهاد وغتبقى تقلب على كيفاش درت هذيك القضية غادي تلقى الجواب. فأنا تنطلبو منك تجلسي مع نفسك وتقولي كيفاش, وتبقاي راه الأجوبة غتبقى تجي بوحدها لاله خديجة, كوني تايقة من نفسك. تري بيان, ميرسي بوكو اسماء هاشمي. غنتوقفوا لحظات مستمعينا ونرجعوا ناخذوا مكالمات اخرى على رقمنا 0522 67 41 42. خليكم معنا. مع عزيزة على راديو دزام. نتابع معكم دائما هذه الحصة مستمعينا أينما كنتم, ومرحبا بك الأستاذة أسماء الهاشمي الأستاذة الخبيرة في التنمية البشرية, مرحبا بك مرة أخرى. الله يبارك فيك عزيزة. ألو غادي نكملوا الحديث معك, الحديث الجميل وأبيزون. فوالا من قبل وأنا كنقلب على لو تيرم هو يعني أبيزون, الحديث معك يعني يهدئ هكذا النفس. شكرا لك بزاف على هذه ساعة الصدر ديالك وعلى هذه المعلومات هذه كلها اللي خدينا معك, معلومات قيمة جدا مستمعينا. يمكنكم تعودوا ترجعوا لها في البودكاست اللي غادي يكون مباشره من بعد الربعه ديال العشيه على موقع راديو دوزام بوان ايما. غادي ناخذ المكالمات الان من مدينه الدار البيضاء. معنا منى على الهاتف. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله لاله منى, مرحبا بك. صباح عزيزه. الحمد لله. الله يبارك فيك لاله, مرحبا مرحبا. الحديث شيق مع الضيفه ديالك ومعك اكثر. الله يبارك فيك لاله, مرحبا بك لاله منى. الو تفضلي, عندك سؤال لاله اسماء؟ وي عندي جوج الاسئله الا ممكن. تفضلي. سؤال باختصار هو انني في هذه العطله ما لقيتش شي برنامج ندير لولادي, الا كان ممكن غير باختصار فكره هذا. ولكن السؤال الجلوبال كيتعلق بيا انا. منى 48 سنه, مجازه في الحقوق منذ 20 سنه. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ايه ولكن كما قالت الاستاذه عندي واحد الاحساس بعدم الرضا. ياك ما عرفتش علاش هذا الاحساس منين كيجيني. واش لانني وقفت يعني الاجازه خدمت واحد سنتين من بعد منها ولدت ولدي الاول اللي دابا هذا العام ان شاء الله خد البكالوريا تبارك الله ونجح مزيان. موراها ما بقيتش درت والو في حياتي كو لي زونفون لي زونفون لي زونفون. وانا مع هذوك لي زونفون كنعطي 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 مي
ما كنحسش براسي عندي شي حاجه ديالي. في خلال هاد السنه هاد السنوات كاملين انا كانت عندي واحد الهوايه يعني ما عندها علاقه بالقانون ولا هذا، هوايه التجميل. يعني نشد شي انسانه مراه نعطيها واحد نجملها كما كنقولوا. مونيكا ديالك ملي كنتي صغيره ياك ياك لاله منى، ديك المونيكا الصغيره اللي كنتي تمشط لها وداك الشيء. هذيك المونيكا كانوا عندي ثلاثه خواتاتي صغارات كنمشط ليهم. ففي واحد الوقيته ملي دار ولدي الكبير واحد 5 بغيت نرجع نخدم لقيت راسي ما لقيتش اللي يشدوا لي هذا. حدايا واحد ليكول ديال ليستيتيك دخلت ليها. فاش دخلت ليها لقيت راسي واحد الوقيته عطيت في هذيك، حسيت براسي مهم. ولكن اونتخو طون فاش كنجلس مع راسي كنقول واش انا قريت باش نكون بهذه العباره كوافوره؟ بغيت لا. حتى في هذيك اللحظه كنت عطيت وانا واحد السيده درت انا واحد المشروع المهم سا ماغش مزيان. مي في هذيك الوقيته كنقول مع راساتي منى انت ما قريتيش باش كان عندك دوت زومبيسيون. الوغ منى الا سمحتي لي غير بين قوسين جوستومون هذا الموضوع هذا اللي قلتي انت تكلمنا عليه اسماء ديال يعني الراي ديالنا اللي كنعطيو لبعض المهن كيفاش كنشوفوا بعض المهن الوغ كو مهنه التجميل مهنه طبعاً. جميله جدا وتغنيم لها ربما اكثر من الحقوق يعني سي النظره والمجتمع كيفاش شاف هذه المهنه الوغ هي مهنه جميله جدا وشريفه وفيها بوكو دو كرياتيفيتي يعني ماشي اي واحد غادي يقدر يديرها. يعني ما اي ني با ليي سي با سي حتى حنا النظره كلشي بغا وليداتو يكون طبيب وبيلوت ومحامي وهذا وكاين بعض المهن اللي ما كنعطيوهاش القيمه اللي تستحق. انا فاش خدمت في هذه المهنه جات عندي يعني الوالده ديالي بهذا وقالت لي لقاتني لطاطاب ليا وخدامه مزيان قالت لي الله يا بنيتي من الحقوق الحلاقه ولا نقول لها قاسم مشترك في موحف الحاء غير هكا اكزاكت الوغ كو ما كنتخيلوش مجتمع ما فيش يعني ناس اللي كيمارسوا الحلاقه وما تخيلوش الناس اللي كيمارسوا الحقوق يعني كل واحد في بلاصتو ما كاينش واحد احسن من الاخر. سي فغي كو هنا كيخص اعاده النظر ربما في ضوابط المجتمع. يعني غير الاضافه هو ان الانسان خصك انت ما غاتكونيش ديك الحلاقه العاديه اللي كانت ما عندهاش واحد الاجازه ولا عندها جوستومون. الجديد هو انك انسانه مثقفه وداك الثقافه خصها يعني تستثمرها في الحلاقه مثلا في هذه المهنه باش حتى هي ترفع من المهنه. لان حنا نتخيلوا بعض المهن يعني ما تعطيوش قيمتها ما تعطيوش غير لان الناس تيكونوا ما عملوش واحد مجهود يعني ما عملوش واحد الثقافه ما عندهمش واحد زعما واحد المستوى دراسي معين الى اخره ومشينا بعهد سكون ابي لي كليشي. في اوروبا سائق التاكسي مهم بحاله بحال الاستاذ الجامعي بحاله بحال هذا لانهم كله كوستيم اون بلوس يعني فرانشمون اكزاكتومون. وكتلقى انسان اللي قرا كتلقى وتتسول مثلا انك كنت تعمل دراسه في تقول واحد النيته تلقى ايز ايتي لو بروميي شوك كيلكو بار انتري مي جو تخوي سيتي تري انتريسون. علاش هي قالت لي مامون الي كونطابل مون بير سي ان شوفور دو تاكسي دونك سكي في فوالا دونك ما كاينش مهنه ما تقبلوهاش حنا في المجتمع ديالنا اللي عندهم ما عاديه فوالا. هذا من الاشياء اللي حنا تنكتسبوها اذا من السفر والتخلط مع مجتمعات اخرى تيكون عندنا واحد الانفتاح وتيكون عندنا ايضا لا توليرونس يعني تقبل هذه المسائل هذه. فبالعكس كان ممكن تستافدي مادام لقيتي نفسك. السؤال يا اخت منى سؤال يعني تنقول لها وتنقول لها الناس تيجيو عندي حتى ل 35 سنه وانت تدير بليزير لوالديك ودير بليزير لهادي وتعمل هادي راه ملي تفوت واحد السن معينه كما قلنا غتوقف مع نفسك وغادير شنو قلنا قبيله على القفه ونحاول نشوف مع نفسي نكون صادق راه ما هادشي ما خدام لا رؤيه ولا حتى حاجه اخرى لما كنت صادق مع نفسي ونشوف راسي شنو بغيت ومني انا تنكون مقتنع بالحاجه اللي بغيت تنعرف كيفاش ندافع عليها وتنعرف كيفاش انني هذا. فاذا اذا كنت انا واحد الانسانه تنمهن تندير هذه المهنه اللي هي مهنه الحمد لله جيده ومهنه زعما شريفه ومهنه انها كتلقى فيها راسها اون بلوس هي انت عجبك خاصني نحاول انا كانسانه زدت هذه المهنه هذا التكوين هذا زدته على الثقافه ديال الحقوق بالعكس نخرج حاجه جديده انا خرج حاجه زوينه يعني بحال دابا هذا راك شفتي النقافه شحال هذه ودابا هاد لي فام كي باغ اكزومبل كي زيانه ولا لا كاريمون كومون ابيل لو تيرم يمكن اونجلي ديال هاد لي فام كي سي دي جون تقفين هادو راه ماشي النقافه البارح راه سي دي جون جوستومون داروا لا جيستيون وتتعرف لا بلانيفيكاسيون وتتعرف وممكن كان ممكن تنتي
يعني تكون عندك واحد الاستمراريه تتوصلي لهذا الجون دو جون دو ميتيه اللي نعم. تيطلبوا واحد تجربه خطيره في الجيستيون وتيطلبوا انسان حتى واحد الثقافه وكيفاش غتهضري مع داك الزبون وراه كاين حاجه وحاجه هنا نعم. فاش حتى الكوافير كون جو بارل شي اكس ولا الاخر شي اي غير نعم. سي بون فين ماشي اي انت خصك تزيدي ديك القيمه المضافه غتزيديها بديك الثقافه ديالك وغتزيديها بديك المهنيه ديالك وبداك لو سافوار اتر لو سافوار فير اللي الحمد لله اكتسبتيه من خلال الدراسه ديالك نعم دونك هنا باش تقدر توصل للرضا لانها كان سؤالها محدد هو الرضا عن النفس الرضا ما يمكنش نوصل له الا اللي كان صدق مع نفسي دونك فاذا خصني نكون شنو بغيت بغيت انا واش هذا الشيء غنلقى فيه راسي ما غنلقاش فيه راسي بغيت حاجه اخرى المهم نكون صادق مع نفسي ونحاول انه راه ما كاينش شي حد اللي غادي يعطيك الخطه ديال الحياه انت اللي خصك تلقاها نفسك تري بيان ناخذ اخر مكالمه ديال هذا الحسن بغيت نخلي زعما شويه الوقت باش نرجع لك محال واش يبقى لنا الوقت ناخذ باش ما نخليوش سي مهدي كيتسنى من مدينه طنجة الو 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 السلام عليكم سيدي وعليكم السلام مرحبا مرحبا سي مهدي نسولكم رابيدمون عندي بغيت الراي ديالكم ماشي هو مشكل ولكن الراي ديالكم واحد اللي كنحس مع الزوجه ديالي اللي انا مزوجين تقريبا 7 سنين 8 سنين تقريبا كنحس واحد عدم العنايه عند الاسره ديال الزوجه ديالي يعني في كمغاربه عدم الاهتمام بغيتي تقصد اهتمام وخصوصا ودا بحال دابا الاب ديالي ملي كان كيمشي عند الوالد ديال الوالده ديالي هما نسابو كانت واحد المائده مزيانه واحد العراطه واحد العنايه على غرار هادشي هذا انا ما شفتوش من هذه تقريبا 8 سنين كان واحد النوع واش نسميه بغيت نفسر واش بخل ولا عدم ولا عدم الوغ باش نفهموا مزيان يعني الوالد ديالك ملي تيمشي تيهتموا به وتيكبروا به كيف يعني ما تنقولوا حنا المغاربه ليبوك زعما كيكبروا به وحنا كمغاربه هذه حاجه عاديه طبيعيه مرحب المائده فوالا ومني كتمشي انت لا ملي كنمشي بحال دابا انا ما كنلقاش يديك نفسها حيت واقيلا حاس بينك ولدهم ولدهم ما كاين باس والمهم بعدا هو مع عائلتك تيكرموها دابا انا بغيت الراي ديالكم واخا انا طرحت الموضوع واش الزوجه واش عندها حتى هي علاقه ولا يعني نقولوا حتى هي عندها مسؤوليه في هذا الشيء ولا كيبقى طاب يمكن نربطوه بالبخل شنو رايكم في هذا الوغ غير باش ناخذوا معطيات اكثر الا سمحتي لنا سي مهدي كاين الوغ كاين انت الزوج ديال الابنه ديال هاد الناس هادو اللي كتهضر عليهم وعندهم شي واحد اخر بحال الشكل ديالك هكا في لو ستاتيو ديالك مثلا راجل اختها ولا شي حاجه كيفاش كيعاملوها؟ و بحالك ما كنتواجدش بالضروره في الوجود ديالهم اذا ما كنقدرش ما عارفش ما عرفتيش بالضروره ماشي نعم الضرورة. ومن غير المائده كي دايره المعامله من غير المائده من غير الطبله كيفاش محطوطه المائده كاين واحد الجفاف شويه في المعامله نقولوا جافين في المعامله وبغيت نربط واش هادشي عنده مسؤوليات الزوجه ولا لا واش غير علاقتك مع الزوجه ديالك سي ولا بخل كاين انسان كريم كاين انسان عادي وكاين انسان بخيل هادشي اللي بغيت كي داير العلاقه ديالك مع الزوجه ديالك العلاقه ديالي عاديه عادية يعني عادية. فإذا أنا تنظن بالنسبة يعني أنت نويت نية طيبة يعني الإدراك ديال كما قلنا دابا كاين جوج ديال السيناريوهات السي مهدي يا يعني إما غادي نوي هذا السيناريو الأول اللي هو غير جميل أنه ما تهتموش نقطع ونسمعكم بالراديو بيان سور تفضل غادي نعطيوك الإجابة في الراديو شكرا لك بزاف السي مهدي شكرا جزيلا دونك السيناريو الأول أنه غادي نظن الظن السيء وبأنه هاد الناس هادو ما تهتموش بيا وأن ربما المرأة ديالي ماشي في المستوى وما تتقولهمش إلى آخره وهذا طبعا عنده غادي يكون عنده مشاكل في العلاقة ديالي وشيء الى اخره وباغي يفيدني بتا حاجه وغيجيب لي المشاكل والسيناريو الثاني هو انه يكون عند حسن الظن كما قلتي وندير هذه القضيه على انه يعني كما قلتي بخل او ما عندهمش الامكانيات او تيحسبوك انا تنظن بحال ولدهم فما تيعملوش رسميات صافي انت ديالنا ملي يجيو الوالدين ديالك تنعملوا واحد الاجتهاد وانت ملي تكون ديالنا راه بحال ولدنا حيت حنا ما تنعاودوش نصاوبوا طبله واحده اخرى لولدنا يعني راك انت ولدهم ديالهم فتنفضل هذا السيناريو الثاني لانه ما غاديش يجبد لي المشاكل وبالنسبه يعني الحوار فتحوا مع الزوجه ديالك لا باس يعني ممكن تقولها بواحد الشكل ويدي قولها واش نسالك غير هذا ولا شوف يعني شوف الطريقه كيفاش هذا بدون ما تجرحها بدون ما تقول لها هذا بدون ما تحسسها بالحرج ايضا من الاسره ديالها وتشوف وتقول كيفاش ربما هذا
وانا ما تنظنش ان في الحق هذه القضيه كاع اساسا تحتاج هذا لو كانت الامور ماشيه في امان وهذا، لانه كم حاجه زعما قضينا بتركه، ثم بعض الاحيان الحياه باش تدوز مزيان الاحسن ما بقاش نحكر في شي مسائل زعما بسيطه، يعني لان الانسان لو وقفتي مع كاع جمع النقاط غادي تمشي الجهد ديالك وما غاديش تستغلوا في شي حاجه افيد. هادشي اللي نقدر نقول لك سي مهدي، باش يمكن لان يمكن نختموا بالنسبه لهاد الحصه نحاول بقات واحد 3 دقائق، انا ما بغيتش نخليك تمشي بلا ما تعطيني افكار عمليه شي حاجه اللي ممكن الناس بالنسبه لالا منى قبيله قالت لان سجلت السؤال ديالها ما جاوبناش عليه، السؤال الاول فيما يخص الاطفال وهذا مشكل يعني الناس لا قالت حتى بالنسبه لوليداتها لو كانت هناك نصيحه باش نعطيهم شنو يديروا هذا الصيف. هذا حاله من الحالات اللي دابا كاع عند الناس وكاع عند الاباء. غير بين قوسين حنا طرقنا لهذا الموضوع الاثنين اللي داز مع الدكتور عبد الهادي القاسمي، تكلمنا على يعني الاقتراحات الجديده، وغادي نرجع لهذا الموضوع الا بغيتي تخليه غنرجع له نهار اثنين ان شاء الله، باش حيت دايرين حلقه خاصه على باش نعمروا لوليدات الوقت ديالهم هكذا بالنسبه للعطله الصيفيه. كاين افكار جميله جدا 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 غادي نطرقوا لها ان شاء الله عاود اكثر لاندي. دونك حنا باش نبقاو مع حاجات غادي نعاود نرجعها مهمه بالنسبه للرؤيه الشخصيه. اذا الانسان اللي كما قلنا لا فيزيون بيرسونيل دوشك، هذا هي اللي تجعل ان الانسان يمشي بواحد واحد الخطوات يعني ستكون فيها ثقه، لانه عارف راسو فين تيحط رجليه. فاذا طبعا بالاستعمال الجيد للوقت، لان طبعا العجله باش يمكن لي يعني نكون متوازن فيها خاصني ولا بدا نقوي عند الفقير وعند الغني. يعني نفسه ما كاينش بنك فين تحط فيه واحد ساعه المكانه تخبيها هذا، وما كاينش مع الاسف خاصك واحد الساعه تمشي تشري. فاذا هنايا غادي نقول انه دائما الوقت خاصنا دائما نحاولوا ما امكن نتعاملوا معاه بواحد الشكل فعال وجيد. فمني يطلب مني صاحبي 4000 ريال نقول له ما عندي شيء ويقول لي نمشي نشرو بياسه في لافيراي يضيع لي نص نهار، هنا غنقول شحال ساعه تتسوى في حياتي. الله يخليكم نديروا اتونسيون يعني نحتاطوا من هذا تضيع الوقت، ونعرف انه الادوار اللي بغيت نعيشها هي يعني ضروريه غادي تكون مرتبطه بالاستعمال الفعال للوقت ديالي، ونبقى دائما نقول هذيك الساعه في حياتي شحال تتسوى. بارك علينا من تضيع الوقت الفارغ، بارك علينا من المسائل تتاخذ واحد طاقه لا فائده فيها لا في حياتي الاسريه ولا الدينيه ولا نحاول داك السته دائما نبقى نعاود وجودو واش هذه مفيده لهذه ولا هذه ولا هذه. فاذا هنا واحد تنولي واحد الانسان يعني عارف راسو فين ماشي، عندي واحد رؤيه عامه، عندي واحد الاهداف بعيده الامد، عندي متوسطه الامد، وعندي الاهداف دابا اللي ديال اليوم لو مومون بريزون اللي تنعيشو بلانمون، وهذيك تنعيشها بلانمون، ولو بوفوار دو مانتونون راني عايشو ماتنا وخاصني نحس به، لان ولكن دائما في واحد الاطار معين في واحد توجه معين يعني مناقبه الوجهه للمستقبل. اكيد ميرسي بوكو للا اسماء هاشمي، شكرا لك بزاف بزاف على تلبية الدعوة، وسي تيلمون ابيزون دو تيكوتي زعما تبارك الله عليك. الله يبارك فيك لالا عزيزة، هذا شرف ليا وشكرا بالنسبة للمستمعين، ونطلب الله اننا كنا ظراف خفاف على قلبه اكزاكتومون، ومعلومات اللي كتفيد الناس بحال هكذا. الناس ممكن يقلبوا عليك اسماء هاشمي، يلقاوك على مواقع التواصل الاجتماعي، عندك حتى انت دي فيديو اللي فيهم واحد المجموعة ديال النصائح ممكن الناس يتابعوهم. دونك فوالا، وغادي نتلاقاوك مرة أخرى إن شاء الله بحول الله هنا في برنامج كيف الحال. شكرا لكم كذلك مستمعين على حسن المتابعة، نتلقاكم ابتداء من يوم الاثنين بمواضيع جديدة. شكرا لكم، الآن لكم موعد مع غزلان وبرنامج ألو لي جان.